خلونا نكمل كلامنا مع حضراتكم عن بطولة أمم أوروبا وكلام في منتهى الأهمية وأرقام قياسية كالعادة عن كريستيانو رونالدو أسطورة منتخب البرتغال اللي الحقيقة بيواصل مشواره في بطولة يورو 2020 بتسجيل ثنائية في شباك المجر. بالأمس انتهت المباراة بفوز منتخب البرتغال بثلاثية دون رد. زي ما طبعا عودنا رونالدو بيواصل كتابة التاريخ وبيواصل الهيمنة على بطولة أمم أوروبا بأرقام قياسية جديدة، لأنه باختصار شديد سجل 11 هدف في هذه البطولة، وبكده بيزيح الفرنسي ميشيل بلاتيني عن صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، واللي طبعا كان وسجل وقتها 9 أهداف فقط. كريستيانو رونالدو ظاهرة كروية ماشية على رجلين، أسطورة البرتغال. خلينا نقول كمان ووصل يا كريم للرقم ده من السجل التهديفي بعد ما شارك في قد إيه بقى 5 نسخ مختلفة من البطولة منذ أول ظهور ليه عام 2004، ومن وقتها بنقدر نقول رونالدو هو اللاعب الأكثر ظهورا في البطولة بعدد النسخ بعد ما شارك في النسخة الخامسة، متفوقا هنا عن الإسباني كاسياس اللي دخل قائمة منتخب بلاده في 5 بطولات، لكن ما شاركش في أي مباراة في 2000 يعني، مكتفيا بالظهور فعليا كان في 4 نسخ فقط. يعني هنقول لو نزود بقى رقم كمان هنا، كريستيانو سجل رقم قياسي كمان آخر بمشاركته في 22 مباراة على مدار تاريخ كاس أمم أوروبا، وهو الأعلى بين كل اللاعبين على الإطلاق لو هنحسبها بلغة الأرقام يعني. فزي ما انت قلت أسطورة، وأنا بحبه، أنا من الناس اللي بحبه جدا كريستيانو رونالدو، بكاريزمته بمهاراته بإمكانياته بشيء من الغرور اللي هو بيتسم بيه، بس هو الحقيقة يعني فعلا بس عندي نقطة مناسبة الغرور، هو عنده ثقة في نفسه في الملعب، ولكن على مستوى الإنساني والشخصي هو على فكرة محترم جدا وبيعمل مبادرات إنسانية كويسة جدا يعني. يعني زي ما بيتقال ايه، مواقف جميل ده ما ينفيش، بس هو بشكل عام الثقه لما بتزيد عن حدها ساعات بتقلب لمظهر، بس مش زي ابراهيموفيتش. لا ابراهيموفيتش ده ملوش زي ده حاله استثنائيه رخر، وبعدين ده مقتنع ان فعلا ما فيش في الكون غيره، لعيب فظيع ما فيش شك. بس برضه وعلى فكره حتى الغرور بتاع ابراهيموفيتش برضه من ضمن ايه السمات المميزه دي، مدياله خصوصيه كده وكاريزما خاصه بيه. على كل الاحوال